أكثر من 800 خريج من محافظة المثنى ما بين تربويين ومهندسين زراعيين وخريجي معاهد تقنية يفترشون الأرض منذ نحو 3 سنوات مطالبين بحقهم في التوظيف. ولعل المضحك المبكي في قضية متظاهري المثنى صدور أمر إداري من حكومة السودان بتعيين قسم من خريجي المحافظة، ولم تمر بضع أسابيع حتى تفاجأ الذين تم تعيينهم بأمر تسريحهم من الخدمة بحجة أن كتاب تعيينهم الرسمي مزور. أنت لما تطبب لك خريج تعبان على روحه وعلى نفسه صار له 14 سنة وطلع خلال 22 يوم يعني اشتحس مثلا مهزلة ضحك ما جاي نعرف بالعراق كله ما صايرة أنه عقد 21 يوم يتعاقد وياك وراها يطلعك من الدوار ما صايرة ولا صايرة أبد دوم تاريخ البلدان كلها تعاقد وياك طبك للدوائر موظف انتهيت تمارس عملك كموظف 21 يوم وينهى عقدك. تم طرد المعينين في الخدمة ليجدوا أنفسهم في الشارع مرة أخرى يطالبون الجهات الحكومية والبرلمانية باسترداد حقهم المسلوب لكن دون استجابة. صار لنا هاي حوالي شهر ونص ننتظر أنه نرجع لدوامنا لحد الآن تسويف، لاكو استجابة من المحافظة ولا من النواب ولا من الجهات المختصة بمحافظة المثنى. هذا تشوف مفترشين الأرض ليل ونهار. قسم كبير من المتظاهرين أجبروا على ترك عائلاتهم للبحث عن حقوقهم المغيبة. وإحنا طلعتنا للشارع يعني مو من لا شيء، إحنا خريجين عندنا سنوات تخرج وأغلبيتنا كانوا يعني أجراء بعدة دوائر وهمين طلعوا. وانا احد يعني كنت اجراء باحد الدوائر وطلعت، فاحنا اللي جايين طالبين حقنا بالتعيين، حق اي خريج. وكما جرت العاده كانت الاستجابه الحكوميه لمطالب الخريجين عبر القمع والانتهاكات بانواعها. الاعتداءات والتجاوزات من قبل الشغب، يعني احنا قاعدين يسمعوننا كلام ما يصير، يعني مو كأنما عبالك انت جاي عبالك داعشي، مو انسان بسيط جاي طالب بحقك، يعني احنا هذا حقنا، هم سالبيننا حقنا، احنا لا متجاوزين ولا مشاغبين ولا يعني جاي نخرب. لا تراجع هذه المرة يقول خريجو المثنى مؤكدين استمرارهم بالاعتصام امام مبنى المحافظة في السماوة حتى تحقيق مطالبهم.